ناس بيقولوا اشترينا فيلا في المعمورة بالاسكندرية عبارة عن 4 شقق، وصرفنا على تصليح الشقق مبلغ كبير جدا. اللي بينظمه ما يعلوش صوته. وأجرنا 3 شقق منهم لمدة 3 شهور أي موسم الصيف، وقبضنا المبلغ كله دفعة واحدة. ووالدتي تريد أن تقدم البخور لربنا، ونحن أولادها نقول لها قدم البخور إيجار شهر واحد فقط وليس 3 شهور. فما رأي قداستكم في هذا الموضوع؟ وسوف ننفذ ما تقوله بالحرف الواحد. كفاية شهر واحد.